تستمر الانطلاقات في هذا المساء، مساء يوم الخميس 27 من شهر فبراير لعام 2020، من هنا من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية، حيث تابع وإياكم انطلاقات هذا المساء ضمن انطلاقات المحلي الثامن هنا في هذا الميدان. أبدأ بداية مع انطلاقة شوطنا العاشر والمخصص لسن القعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لأتابع أول المتقدمين، لأتابع أول المنطلقين الباز، فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري من يقدم لنا الباز على مستوى المركز الأول. المركز الثاني يتابع الوصول، مرحبا بالريان، مرحبا الريان ومبارك بن عبد الله بن غنيم الدوسري من يقدم لنا الريان على مستوى المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث ليتابع اللي على ثالث الأسماء، ليراقب القادمين، ليراقب الواصلين في هذا المساء، في هذا المعترك الكبير، في هذا المعترك الأصيل. أتابع ثالث المراكز، أتابع اللي على المركز الثالث هنا شقران وإبراهيم بن فاضل بن ظفر الهاجري من يقدم لنا شقران على مستوى المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع لأتابع هذا الشعار، مرحبا يا شعار القمرة، مرحبا يا شعار، هذا الشعار لشعار الإنجازات، شعار لطالما اعتاد على الرموز، لطالما اعتاد على الذهب. يتقدم سعود بن صالح بن حمد القمر النابت ويقدم لنا هياض على مستوى المركز الرابع. أما المركز الخامس أجد الوصول، أجد الانطلاقة هنا مع سياف مبارك بن حسين بن راشد بن حسين الجربوعي من يقدم لنا سياف على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى، هكذا هو النداء للخمس المراكز المتقدمين، للخمس الأسماء الباحثين عن هذا الناموس الغالي. العودة العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى الريان، الريان 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 الريان، ومبارك بن عبد الله بن غنيم. يا بن غنيم يا بن غنيم، الجماهير تطالب والكل هنا يسأل أين الغنايم يا بن غنيم. الدوسري على المركز الأول وكأنه يرد علي قائلا أنا هنا بطل الأبطال، أنا النجم الأول في هذا الشوط، أنا النجم الأول في هذا المساء، أنا النجم الأفضل في هذا الشوط، أنا بطل الأبطال، أنا وأنا وأنا وأنا، وأنت نار على علم يا مالك الريان. الريان 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 يتقدم في هذا الميدان الكبير، يتقدم في أرضية ميدان التحدي، ولكن وين الجماعة؟ وين وين القادمين؟ وين اللي على المركز الثاني، اللي على ثاني الأسماء؟ لحظات ونتعرف على المركز الثاني. أتابع شقران وإبراهيم بن فاضل بن ظفر الهاجري من يقدم لنا شعاره، ولكن الريان الريان طار، الريان طار، طار الريان طار، وبن غنيم طار مع الغنايم، طار مع الريان طار، ما شاء الله عليه وحواليه. العصا راقده، العصا امنه، مسلمه ومستسلمه، وامنين وسالمين. يا يا بن غنيم، يا بن غنيم، يا بن غنيم، ما شاء الله وتبارك الله، هذا والله اللي جاب الغنايم، هذا والله اللي جاب الغنايم. الريان الريان يظهر في كل مكان، يظهر في كل زمان،
الآن. سلام يا بن غنيم، مبارك بن عبد الله بن غنيم الدواس الدوسري، سلام يا الريان سلام. المركز الثاني شقران إبراهيم بن فاضل بن ظفر الهاج. للمركز الثالث وصل هياض وسعود بن صالح بن حمد القمر النابت. المركز الرابع كان الوصول مع الريان وبجاش بن عميران بن بجاش الفهيدة. المركز الخامس كان الوصول مع حوران وبطي بن سيف بن دايل النعيمي. إذا تهانينا تهانينا وألف مبروك لمالكي الريان مبارك بن عبد الله بن غنيم الدواس الدوسري على هذا الفوز والانتصار المستحق. التوقيت الزمني لحظة وصول الريان إلى خط النهاية قاطعا مسافة 4 كيلومترات بزمن وقد راس 6:92 بينما جاء في المركز الثاني شقران وابراهيم بن فاضل بن ظفر الهاجري قاطعا مسافة 4 كيلومترات بزمن وقدره 6:05:41. أما المركز الثالث كان الوصول مع هياض وسعود بن صالح بن حمد القمر النابت قاطعا مسافة 4 كيلومترات بزمن وقدره 6:07:57 تهانينا تهانينا لك.